عارف لما تقرأ كتاب علمي أو ديني في محتوى قيم جدا بس اتكتب بأسلوب تقيل شوية، ولما تقرأ كتاب تاني ممكن ما يكونش فيه محتوى بس اتكتب بأسلوب أدبي يمتعك، طب ما تيجوا ناخد المحتوى القيم من هنا والأسلوب الأدبي من هنا وندمجهم مع بعض عشان نطلع بكتاب كيف وصل إلينا هذا الدين. أهلا بكم، أنا عصام وده برنامج عصام وكتاب واللي بنناقش فيه كتب وروايات كتير مختلفة. كتاب النهاردة هو كيف وصل إلينا هذا الدين، الشيخ أو الدكتور علاء عبد الحميد واللي درس الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، بعد كده اتعلم على إيد علماء كتير في مصر والشام، بعدها اتخصص في المذهب الحنفي وعلم الحديث وأصول الدين، صدر ليه أكتر من كتاب زي رحلة إلى معرفة الله وكيف نفهم هذا الدين وحديث نفسه وفلسفة الأسرة، واللي أكيد هيكون ليهم نصيب في المراجعة في الحلقات الجاية. لكن كتاب النهاردة هو كيف وصل إلينا هذا الدين، صدر عند دردون للنشر والتوزيع سنة 2019، والكتاب بيحكي ببساطة عن المنهج اللي سلكوا العلماء علشان يتأكدوا من الدين أو المنهج اللي وصل لنا من أول النبي صلى الله عليه وسلم لحد الوقت اللي احنا فيه، وإيه المشاكل اللي أكيد طرقت على عملية النقل دي وإزاي تعاملوا معها. في بداية كلامه عن النقل وضح بأمثلة كانت معبرة جدا عن إيه المشاكل اللي ممكن تحصل في نقل خبر أو معلومة، وإزاي إن تغيير كلمة واحدة بس ممكن يغير تماما في مفهوم الكلام. عنوان الكتاب كان جذاب جدا، لكن هل هو فعلا بيعبر عن مضمونه ولا لا؟ الإجابة مش بآه ومش بلا، لأنه مش بيتكلم عن مفهوم الدين بشكل عام ولكنه بيتكلم بشكل أخص عن علم الحديث. وقسم نقل علم الحديث لثلاث حاجات، اول حاجه هو الناقل او راوي الحديث ده هل هو مصدر ثقه ولا لا وازاي احنا اصلا بنتاكد من ده، ثاني حاجه وهي عمليه النقل نفسها من اول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده الصحابه بعد كده التابعين لحد ما وصل لنا دلوقتي، ثالث حاجه هي المضمون او الحديث نفسه. الكتاب مختصر وصغير جدا 142 صفحه تقريبا انت هتخلصه في قاعده واحده بس، لكن لو انت حد عايز تدرس علم الحديث كعلم شرعي فالكتاب ده مش المناسب ليك، بس لو انت حد زي كده ما تعرفش اي حاجه خالص عن علم الحديث وعايز معلومه سريعه ومختصره فالكتاب ده هيبقى من انسب الكتب. والكتاب كان في الاصل عباره عن مقالات كتير منفصله كتبها دكتور علاء على موقع دعوات تحت عنوان الدين كما افهمه، بعد كده دكتور علاء جمع المقالات دي وعملها في نسيج واحد عشان يطلع بالكتاب ده. مقدمة الكتاب كانت طويلة بشكل واضح، دكتور علاء اخد تقريبا حاجة و30 صفحة عشان يشرح لنا الكتاب ازاي يتحول من انه مجموعة مقالات لحد ما وصل لشكل الكتاب ده وازاي هو هيوضح وجهة نظره وخريطة الكتاب هتبقى ماشية ازاي، لكن يظل اسلوب الكتاب بسيط جدا وسهل على اي حد يفهمه، ودكتور علاء من اكتر الناس اللي بتبذل مجهود حقيقي عشان تبسط علوم الدين اللي قد تبدو لناس كتير معقدة. تصميم الكتاب كان عبارة عن مسجد قديم او معلم اثري واللي بيدينا ايحاء شوية بالتراث، لكن في الحقيقة مش عندي معلومة اكيدة عن اسم المعلم ده، فلو انت عرفته انزل اكتبه لنا تحت في الكومنتس. كمان من الحاجات اللي عجبتني جدا هي التصاميم او الرسوم التوضيحية اللي موجودة جوه الكتاب واللي ساعدت جدا في فهم الكتاب. بس باختصار الكتاب بيتكلم عن علم الحديث وطرق النقل بتاعته وازاي ان احنا نتاكد من الحديث ده صحيح ولا لا. بس كده، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتتاكد انك عامل سبسكرايب، اكتب لنا تحت في الكومنتس الكتب اللي عايز تشوفها المرات الجايه. سلام. دكتور علاء لما يشوف الفيديو ده عايز اقول له اني بحبه في الله جدا.